سي عبد الله صباح خير، الله يحفظك سي عبد الله. السلام عليكم متابعينا مشاهدينا الاوفياء قناه شوف تي في، عودة مجددا لرصد والتتبع لمختلف الاثمنه والاسعار ديال بعض المواد الاساسيه الحيويه. بعد ما عرفنا الاثمنه ديال الخضر اللي طالعه في الثمن اليوم بالمدينه ديال سطات، واللي كيف ما ذكرنا يعني واصل الثمن ديالها مطيشه 10 دراهم، بطاطا 8 دراهم، وباقي الاثمنه، انتقلنا للاثمنه ديال الدجاج اللي صبح طالعه في الثمن اليوم بفضاء الدواجن بالمدينه ديال سطات. الدجاج الرومي دير الثمن ديالو 18 درهم الكيلو، الكروازي دير 15 درهم الكيلو، كوكلي دير 15 درهم الحبة، الدجاج الكروازي 15 درهم، كوكلي الحبة 15 درهم، الدجاج البلدي اللي دير الثمن ديالو 55 درهم الكيلو. يعني الفضاء الدواجن بالمدينة ديال سطات كنحاولوا نقلوا لكم مختلف الأسعار والأثمنة ديال السوق. بيبي راه 22 درهم الكيلو، بيبي 22 درهم الكيلو، هذه هي الأثمنة ديال السوق، الأثمنة ديال السوق من فضاء الدواجن بالمدينة ديال سطات. كنحاولوا نقلوا لكم متابعينا مشاهدينا الأوفياء مختلف الأسعار والأثمنة ديال بعض المواد الأساسية الحيوية، واللي من ضمنها الدجاج، اللي من ضمنها الدجاج، الدجاج اللي واصل الثمن ديال اليوم الدجاج الرومي داير 18 درهم الكيلو، من بعد ما كان داير 20 درهم الكيلو اليوم داير 18 درهم الكيلو، الدجاج الكروازي 15 درهم الكيلو، الدجاج البلدي داير الثمن ديالو 55 درهم الكيلو، بيبي 22 درهم الكيلو، تقريبا هذه هي الأثمنة ديال الدجاج، كوكلي راه 15 درهم الحبة. كنحاولوا نقلوا لكم متابعينا مشاهدينا الأوفياء مختلف الأسعار والأثمنة ديال السوق، مختلف الأسعار والأثمنة ديال السوق. الدجاج اللي صبح طالع في الثمن اليوم دير الثمن ديالو 18 درهم الكيلو، هذا الدجاج الرومي. الدجاج الكروازي دير 15 درهم الكيلو، بيبي دير 22 درهم الكيلو. غادي نحاولوا نوريكم الدجاج الكروازي من بعد ما اننا كنوريكم الدجاج الرومي. الدجاج الرومي اللي صالح طالع في الثمن ديالو دير الثمن، يعني الدجاج الكروازي، هذا الدجاج الكروازي دير الثمن ديالو يعني 15 درهم، 15 درهم الكيلو. هذا الدجاج الكروازي اللي دير الثمن ديالو 15 درهم الكيلو. كنحاولوا نقلوا لكم مختلف الاسعار والاثمنه ديال السوق، مختلف الاسعار ديال السوق. رغم ذلك يعني راه كاين الجوده، كاين الجوده. هذا بيبي، هذا بيبي ليا داير الثمن ديالو 22 درهم الكيلو. هذا هو الدجاج الكروازي، هذا هو الدجاج الكروازي، هذا هو الدجاج الكروازي اللي داير 15 درهم الكيلو. الدجاج الكروازي اللي داير الثمن ديالو 15 درهم الكيلو. الدجاج الكروازي راه عنده العشاق ديالو راه بحال البلدي، اللحم ديالو بحال البلدي، يعني اللحم ديالو بحال البلدي. الدجاج الكروازي اللي يدير الثمن ديالو 15 درهم الكيلو. كاين الدجاج الكروازي اللي يدير الثمن ديالو 15 درهم الكيلو، فضاء الدواجن بيبي اللي يدير الثمن ديالو، يعني بيبي اللي يدير الثمن ديالو 22 درهم الكيلو فضاء الدواجن. كنحاولوا نقلوا لكم مختلف الاسعار والاثمنه ديال السوق، كنحاولوا نقلوا لكم مختلف الاسعار والاثمنه ديال السوق من فضاء الدواجن بالمدينه ديال سطات. هذا الفضاء ديال الدواجن اللي كيتواجد قرب سوق مبروكه، قرب سوق حي مبروكه. كنجيو ليه لاعتبار اساسي هو اننا كنعتبروا كالبورصه ديال الدار البيضاء والبورصه ديال حد السوالم اللي كتحدد ثمن الدجاج. من هنا منين كنعرفوا الثمن الحقيقي ديال الدجاج، عكس بعض البلايص اللي كيكون فيهم الدجاج مرتفع الثمن ديالو، ما تكونش واحد المراقبه، ولكن هنا يعني كنعرفوا الثمن ديال الدجاج، ومن خلاله اننا كنبلغوا المواطن بالثمن الحقيقي ديال الدجاج من فضاء الدواجن بالمدينه ديال سطات. الثمن ديالو اللي واصل 18 درهم الكيلو، الثمن اللي واصل
18 درهم الكيلو اليوم بالمدينه ديال سطات. هذه هي الاثمنه ديال الدجاج. اللهم بارك اللهم بارك. كاين الجوده كاين الجوده في الدجاج كاين الجوده في الدجاج. جامي بيز. وعليكم السلام. وبغينا نعرفوا من خلالكم متابعينا المشاهدين الاوفياء قناه شوف تيفي من خلال هذا البث المباشر، شحال الثمن ديال السوق عندكم؟ شحال الثمن ديال السوق واصل عندكم الدجاج في المدن ديالكم؟ اللي ما حاولش تقدى اليوم وعرف الثمن ديال الدجاج اليوم، بغينا نشوفوا الثمن ديال بغينا نشوفوا الثمن ديال الدجاج عندكم بالمدن ديالكم. شحال كندير الثمن ديال الدجاج عندكم البارح بالمدن ديالكم؟ بغينا نعرفوا ندير واحد المقارنه لا غير، ندير واحد المقارنه لا غير بين الثمن ديال الدجاج بالمدينه ديال سطات اللي كنتواجدوا فيها والثمن ديال الدجاج بالمدن ديالكم، باش نحاولوا نديروا واحد المقارنه ونشوفوا علاش الدجاج طالع في الثمن هنا في هذه البلاصه وعلاش هابط في هذه البلاصه. شنو هي الاسباب؟ شنو هي الاسباب اللي كتخلي الدجاج انه مره كيطلع مره كينزل في الثمن؟ دردشه مع هذا البائع ديال الدجاج اللي هنا بالمدينه ديال سطات فضاء الدواجين سي ميلود ولا سي عبد الله غرغاري، اللي قال لنا بانه راه السلعه قليله هنا في المدينه ديال سطات، يعني سلعه قليله، هذه ماشي سلعه محليه، هذه سلعه يعني كتجي من سراغنا من رحامنا هي اللي كتخلي الدجاج طالع في الثمن. وما نساوش بانه الدجاج مره كيطلع مره كيهبط على حسب السوق، على حسب العرض، على حسب الطلب، على حسب مجموعه من التغيرات والظروف المناخيه، لانه الدجاج كيتاثر بالصهد، الدجاج كيتاثر بالبرد، يعني كاين مجموعه من الظروف هي اللي كتخلي الدجاج مره كيطلع في الثمن مره كيهبط في الثمن. كنشكركم متابعينا مشاهدينا الاوفياء قناه شوف تيفي على التواصل ديالكم والتفاعل ديالكم من خلال هذا البث المباشر من فضاء الدواجن بمدينه ديال سطات. كنحاولوا نقلوا لكم مختلف الاسعار، مختلف الاثمنه ديال بعض المواد الاساسيه الحيويه. نشكركم على التواصل والى اللقاء في بث مباشر اخر.